اهلا بكم في نشرة اخبار ثالثة مساء من قناة النادي الاهلي والى العناوين. انشاءات الفرع الرابع للاهلي تبدا عقب الانتخابات. طاهر ابو زيد الاهلي يسبق الزمن في عهد طاهر. والفريق الاول يواصل تدريباته استعدادا للمصري. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. اتفق المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي مع محمد يحيى المستشار الهندسي والمرشح ضمن قائمته في الانتخابات والمقرر اجراؤها الخميس المقبل على ان يتم الانتهاء من المرحله الاولى للفرع الرابع بالتجمع الخامس مع بدايه عام 2019. واكد يحيى انه سيتم البدء فورا في المرحله الاولى بالفرع الرابع عقب الانتخابات والتي ستشمل انشاء مبنى اجتماعي لاعضاء الجمعيه العموميه بجانب حدائق الاطفال وملاعب وحمام سباحه. ويحاول مجلس طاهر في الوقت الحالي استخراج تراخيص المرحلة الأولى من أجل بدء العمل على الفور طبقا للخطة والتي وضعها محمود طاهر في حالة نجاحه ومجلسه في الانتخابات. أكد طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق أن وضع حجر الأساس للفرع الرابع للنادي الأهلي في ظل الظروف الصعبة والتي تمر بها البلاد يدل على أن المجلس الحالي بقيادة محمود طاهر يعمل وينجز في صمت، لافتا إلى أن الفرع بجانب العاصمة الإدارية الجديدة مما يواكب التطور والذي تشهده مصر حاليا على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد أبو زيد على أن المهندس محمود طاهر يظهر إنجازاته مما يدل على أن نادي الأهلي يسبق الزمن ويسبق الجميع بتطوره وإنجازات مجالس إدارته منذ عهد صالح سليم وحتى محمود طاهر. وأكد أبو زيد أن ما أنجزه المهندس محمود طاهر في النادي الأهلي يدعو إلى الفخر والتقدير ويثبت بأن الأهلي يسبق كل الأندية بخطوات كبيرة، وله كل التأييد لأنه من أبناء الأهلي المخلصين والذين يعملون في صمت، وهو الامتداد الحقيقي للمايسترو صالح سليم. غير الاساس لفرع رابع في منطقه مفترض ان هي يعني بيسعى اليها الجميع، ده معناه ان النادي الاهلي في مجلس اداره بيفكر في مستقبل ابنائه. مش عاوز اكرر كلام اللي قلته في المؤتمر في الحقيقه، انما عايز يعني اجسد او اؤكد حقيقه ان احنا امام اداره واعيه، اداره استطاعت في الحقيقه خلال سنوات قليله جدا ان هي تحقق، عايز اقول انجازات على مستوى الانشاءات، انجازات على المستوى الرياضي، على مستوى حتى التعامل النفسي مع عضو النادي. فالنهارده وضع حجر الاساس لفرع رابع اعتقد ان دي اضافه جديده، على كل اهلاوي ان يفخر بهذا العمل. محمود طاهر في الحقيقه النهارده بيبعت رساله لكل من يعمل في العمل العام او العمل الرياضي بانه راجل بيشتغل، بيشتغل بصوت هادي وبيشتغل دون ضجيج اعلامي وبينجز لناديه ولاعضائه بشكل واضح. وبالتالي دي رساله محترمه لكل من يريد ان يعمل في العمل العام. مسألة الوعود الكتيرة جدا اللي شفناها في الحقيقة في الوسط الرياضي بشكل عام خلال السنوات اللي فاتت، أعتقد أن صورتها كانت صورة سلبية عكس ما تحقق اليوم. عشان كده اللي حضر النهاردة في الحقيقة هم متواجدين بدواعي الفخر، لأن هم مش بالنسبة لهم مش مفاجأة اللي تحقق في عهد هذا المجلس، لأن المجلس ده تحديدا كل ما عاهد به أوفى، وبالتالي انت امام ناس جاده. النادي الاهلي علمنا ان احنا بنحترم من يعمل،
النادي الاهلي بيبقى كل ابنائه حوالين من يعمل. النهارده محمود طاهر بيعمل حقيقه. فانا بهنيه هو ومجلس ادارته في الحقيقه، وعايز اقول ان مجلس ادارته بالكامل، لان المهندس محمود طاهر تولى مجلس اداره النادي الاهلي وكان معاه 11 عضو مجلس اداره. محمود طاهر النهارده كمان بيضرب نموذج انه بيذكر كل مجلس ادارته حتى اللي مش موجودين معاه النهارده. فانت امام في الحقيقه شخصيه بتدي رسائل كتيره جدا على مستوى الانجاز، على المستوى الشخصي، على مستوى تقديره لزملائه سواء كانوا موجودين في المجلس او مش موجودين. فعايزين نقول ان احنا امام حقيقه شخصيه متميزه بيفخر بيها النادي الاهلي. وانا زي ما قلت في المؤتمر، المهندس محمود طاهر هو امتداد للفريق مرتجي وللكابتن صالح سليم وللكابتن عبده صالح الوحش. دي نماذج اعطت للعمل العام بمنتهى الشفافيه وبمنتهى النظافه دون تكسب ودون ان يستفيدوا من النادي الاهلي. احنا امام نموذج تقريبا لهؤلاء العظام الثلاثه. بتمنى له كل التوفيق ولمجلسه. بوجه تهنئه لكل من ينتمي للنادي الاهلي النهارده، واحنا بنضع حجر اساس لفرع رابع اعتقد خلال السنوات الجايه يشعر الجميع بقيمه هذا الحدث اللي عمله محمود طاهر ومجلس الاداره. أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن انتخابات الأهلي كانت هي الشغل الشاغل لأعضاء نادي الصيد خلال الانتخابات والتي جرت أمس. وقال عبد الغني أن كل أعضاء الجمعية العمومية للصيد كانوا يتحدثون عن المنافسة بين المهندس محمود طاهر ومحمود الخطيب في انتخابات الأهلي، مؤكدا أن أعضاء الصيد والذين يتمتعون بعضوية الأهلي يميلون نحو انتخاب المهندس محمود طاهر لفترة جديدة بعد الإنجازات والتي حققها في الولاية الحالية رغم الصعوبات التي واجهها. فأنا جاي بتكلم لكلمة لله وللتاريخ ولربنا. لا أنا عايز حاجة ولا ببص لحاجة. كل اللي كنت بتمنى إن أعمله لأعضاء النادي الأهلي لما دخلت الانتخابات اللي فاتت أقسم بالله اتعمل وزيادة. وأنا لو من الناس التانية أقسم بالله كنت خليت انتخابات النادي الأهلي السنة دي بالتسكير. اللي انا اعرفه ان اللي بيحب النادي ده لمصلحة النادي ده يشوف اي واحد يشتغل كويس يقول له متشكرين جدا، ربنا يوفقك، كمل وشد حيلك. وإلى متابعة أخبار الفريق الأول، حيث يدرس الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة حسام البدري عودة وليد سليمان صانع ألعاب الفريق للتشكيلة الأساسية في لقاء المصري البورسعيدي بعد غد الثلاثاء بالجولة 11 من الدوري الممتاز. ويفكر البدري في الدفع بسليمان على حساب مؤمن زكريا في التشكيلة الأساسية خاصة لأداء الدور الدفاعي وإيقاف خطورة الظهير الأيسر محمد حمدي. طلب حسام البدري المدير الفني للأهلي من طبيب الفريق خالد محمود بسرعة تجهيز لاعب الوسط حسام عاشور لمباراة المصري، ويعاني حسام عاشور من ثقل في العضلة الضامة بعدما بذل جهدا كبيرا خلال مباراة الداخلية أمس الأول الجمعة وهي المواجهة والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين دون رد. وأدى عاشور في ميران الأمس تدريبات استشفائية منفردا وهناك محاولات لتجهيزه خاصة مع غياب لاعب الوسط هشام محمد.
يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري بين استمرار أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع وعودة محمد نجيب للتشكيلة الأساسية في لقاء المصري. وتعافى محمد نجيب من الإصابة في الحوض وبات جاهزا لتدعيم دفاعات الفريق، إلا أن تألق أيمن أشرف ومشاركته أساسيا في اللقاءات الأخيرة قد تدفع البدري للإبقاء عليه أساسيا في لقاء المصري للحفاظ على استقرار الخط الخلفي. خاض ثنائي عبد الله السعيد وسعد سمير لاعبا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريبات تاهيليه على هامش ميران اليوم الاحد على ملعب التتش بالجزيره. وجاء قرار حسام البدري المدير الفني للفريق باكتفاء الثنائي بالتدريبات التاهيليه خوفا من تعرض اللاعبين للاجهاد. أدى المدافع التونسي علي معلول لاعب الأهلي تدريباته التأهيلية على هامش ميران الفريق المسائي اليوم الأحد. ويعاني معلول من إصابة حرمته من التدريبات والمباريات الأخيرة للأهلي حيث يعاني من مسق في العضلة الخلفية، ويغيب علي معلول عن مباريات الأهلي منذ أكثر من 20 يوم. تخلص هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجبيرة والتي تم وضعها حول كاحل قدمه اليوم الأحد. وكان هشام محمد قد تعرض لجزع في الكاحل استدعى وضع قدمه في جبيرة خلال مباراة الإسماعيلي الماضية في مسابقة الدوري، والتي انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل. وصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة المصري. ويخوض الأهلي ميرانه الأخير غدا الاثنين قبل سفر للإسكندرية استعدادا لخوض اللقاء على ملعب الجيش في برج العرب. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل حازم البراعي مراسل قناة النادي الأهلي. حازم أهلا بك، احكي لنا عن كواليس تدريبات النهارده يا حازم. النهارده استعد فريق النادي الأهلي تدريباته واستعداداته لمباراته الهامة الفريق المصري في إطار مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري العام. قبل بداية المران عقد الكابتن حسام البدري محاضرة فنية شرح خلالها نقاط القوة والضعف الفريق المصري، وأكد خلالها كابتن حسام على لاعبيه أهمية مواصلة الانتصارات وتهيئ الفوز بالمباراة والثلاث نقاط، خاصة أن المباراة مع أحد الفرق يعني دلوقتي بتحتل المركز الثاني واللي واخدة يعني مصدر قوة وعملت نتائج كويسة جدا في الدوري. في بداية المران النهاردة بدأ بالتدريبات البدنية والإحماء اللي قادها كابتن أنيس الشعلالي مكافة الأحمال بالأهلي، ودي الفقرة دي استمرت لمدة نص ساعة. بعد كده أدى اللاعبة تدريبات بالكوره، كابتن حسام البدري طبق خلالها اللعب من لمسه واحده والضغط على الخصم وكمان اللعب تحت ضغط. كانت اخر فقره في التدريب كانت التقسيمه الرئيسيه، وفيها التقسيمه دي شهدت حماس كبير جدا جدا من اللاعبين، وكان من الواضح كمان كابتن حسام مدي تعليمات للعيبه بضروره التسديد القوي على المرمى كاحد الوسائل للتهديف يعني. نعم طيب حازم، نعم حازم طمنا على حالة المصابين في الفرقة. حالة النهارده شفنا علي معلول بدأ تدريبات الجري حول الملعب،
قدامه اسبوع ان شاء الله باذن الله ويكون جاهز ويدخل التدريبات الجماعيه. في هشام محمد النهارده فك الجبير في الجبس اللي كان وضعها بعد اصابته في الكاحل مباراه الاسماعيلي. النهارده تاكد جاهزيه برضه حسام عاشور واصبح جاهز ان شاء الله باذن الله هيشارك في المران. لسه رامي ربيعه بيأدي التدريبات في الجيم. طيب حازم، ايه هو برنامج الفريق لحد مباراه المصري ان شاء الله بعد بكره؟ الفريق هيغادر بكره صباحا ان شاء الله باذن الله للقاهره، هيتجمعوا الساعه 10 الصبح والتدريب ان شاء الله بكره الساعه 5 في ملعب برج العرب. حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. فاصل قصير ونعود الى متابعه اخبار اتحاد الكره ومنتخبنا الوطني. الأهلي فوق الجميع. الآن انتخابات اتحاد الكرة، حيث قررت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار أحمد حلمي الشريف تأجيل انتخابات المقعدين الشهيرين بمجلس إدارة الاتحاد إلى 11 صباح غد الاثنين لعدم اكتمال النصاب القانوني اليوم. وأضافت اللجنة أن النصاب الواجب اكتماله غدا هو النصاب نفسه والمحدد لليوم الأول، نظرا لأن الاجتماع يشهد في أحد بنوده عملية انتخاب، مشيرا إلى أن عملية تسجيل لحضور اجتماع الغد سيبدأ في 9 صباحا. يفاضل المنتخب الوطني الأول بين خوض مواجهة مع السويد أو كوريا الجنوبية وديا في شهر مارس المقبل بعد تأجيل لقاء النيجر والذي كان مقررا له مارس المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. وينتظر اتحاد الكرة انتهاء قرعة المونديال والمقرر لها في الأول من ديسمبر المقبل وما ستسفر عنه قبل إنهاء الاتفاق بشكل رسمي مع أحد المنتخبين. أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن سمير زاهر رئيس الجبلية السابق قد يتولى رئاسة رابطة الأندية المحترفة بشكل شرفي. وأضاف أبو ريدة أنه سيعقد جلسة مع زاهر في الساعات المقبلة لبحث أمر الرابطة ومعرفة ظروفه الشخصية من أجل تولي المنصب. وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن ما سيقرره زاهر وفقا لظروفه الصحية سيتم تنفيذه، مؤكدا أنه قيمة كبيرة لكرة القدم المصرية وسيكون رئيسا شرفيا للرابطة. حدد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بشكل مبدئي موعد لقاء كأس السوبر بين فريقي الأهلي والمصري، حيث سيكون في 12 من يناير المقبل على أن تكون المباراة في الإمارات مثل آخر نسختين. وحول موعد سوبر المصري السعودي، أكد أبو ريدة أنه لم يتحدد موعده بعد، مشددا أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على عودة البطولة ولكن الموعد والمكافآت سيتم حسمها في جلسة ثانية.
لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين قرارات العقوبات عن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. وقررت اللجنة إيقاف الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري وأحمد متولي إداري الفريق 4 مباريات لكل منهما لطردهما بسبب سلوك غير رياضي، بجانب محمد إبراهيم مدير الكرة لمباراة واحدة بسبب تصريحاته. وقررت إيقاف أيمن رجب مدرب المقاصة لمباراة واحدة أيضا، وتغريم النادي ونادي بتروجيت 10,000 جنيه لتأخر في النزول لأرض الملعب، بالإضافة إلى إيقاف أحمد علي مدافع المقاولون لمباراتين لسلوكه غير الرياضي. أكد محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد الجديد عقب فوزه برئاسة النادي العريق أنه يمد يديه للتعاون مع الجميع لخدمة نادي الصيد حتى المرشحين والذين لم يوفقوا في خوض الانتخابات. وأكد أنه سيبدأ على الفور خطة النهوض بالنادي على أن يكون أول محاورها هو الارتقاء بالعاملين في النادي برفع رواتبهم ليقدموا أفضل خدمة تليق بالأعضاء. وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الصيد قد أعلنت أعضاء مجلس إدارة النادي الفائزين في انتخابات النادي، وفاز بمنصب الرئيس محسن طنطاوي، وفاز بمنصب النائب محمد همام، وفاز بمنصب أمين الصندوق إيهاب حشيش، وفاز بالعضوية فوق السن كل من محمد العقدة محمد الشرقاوي وإيمان كريم وأحمد مجيب عبد الله ومحمد شرف وأشرف محرم، وفاز بالعضوية تحت السن كل من محمد السحرتي وأحمد الشجلي وحسين أبو صوت. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري، مش بس عشان حياتي بحب الكورة، بطير بحلمي وعندي هدف. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر إقامة حفل تكريم أبطال العالم في الكاراتيه في 6 مساء من الثلاثاء المقبل بالمبنى الاجتماعي بمقر النادي في مدينة نصر. وكان مجلس الأهلي قد قرر تأجيل إقامة حفل التكريم من أمس السبت بسبب حالة الحدد التي أعلنتها البلاد بعد حادث سيناء الإرهابي. قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث أبرزت وسائل الإعلام العالمية رفض اللاعب محمد صلاح الاحتفال بالهدف الذي سجله في ناديه القديم تشيلسي بالمباراة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أمس، وذلك ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. فمن جانبها قالت شبكة CNN الإخبارية تحت عنوان محمد صلاح يسجل هدفه 10 في الدوري وليفربول يتعادل مع تشيلسي، إن النجم المصري لم يحتفل بالهدف لحزنه على الهجوم الإرهابي والذي استهدف مسجداً في شمال سيناء وأودى بحياة مئات الأشخاص. وتحت عنوان الفرعون صلاح يرفض الاحتفال بهدفه حداداً على ضحايا شهداء الروضة، أشار موقع روسيا اليوم إلى أن محمد صلاح اكتفى برفع يديه
إلى الأعلى احتراما وتضامنا مع شهداء مسجد الروضة. تعادل فريق ديبورتيفو لا كورونيا على ملعبه مع فريق أتلتيك بلباو 2-2 اليوم الأحد في إطار مباريات الأسبوع 13 للدوري الأسباني لكرة القدم. تقدم الضيوف بهدف ميكر في الدقيقة 16 عن طريق ماركل سوسليتا، وتعادل أدريان لوباز لأصحاب الأرض في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني عاود بلباو التقدم بالهدف الثاني عن طريق ياناكي ويليامز، غير أن فابيان شار أنقذ نقطة لديبورتيفو في الدقيقة 76. بهذه النتيجة يحتل أتلتيك بلباو المركز 15 برصيد 13 نقطة، بينما يرتفع رصيد ديبورتيفو إلى 12 نقطة في المركز 17. ذكرت صحيفة سن البريطانية اليوم الأحد أن الألماني مسعود أوزيل نجم نادي أرسنال لكرة القدم حسم موقفه من إمكانية الرحيل إلى برشلونة الأسباني الشتاء المقبل في ظل توارد التقارير التي تربطه بالفريق الكتالوني. وقالت صحيفة سن أن أوزيل مستعد لبدء المفاوضات مع برشلونة حول الانتقال إلى صفوفه في يناير المقبل. وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، ولا تبدو هناك أي مؤشرات حول إمكانية تمديد الارتباط مع فريق المدرب الفرنسي أرسن فينجر. وهناك العديد من الأندية المهتمة بخدمات أوزيل مثل باريس سان جيرمان الفرنسي الوحيد القادر على تحمل تكاليف الراتب الأسبوعي والذي يطالب به الألماني حال ترك أرسنال الصيف المقبل. ديارو غال الأسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا تعرض لصدمة من قبل نادي ريال مدريد والذي رفض ضم اللاعب في الصيف المقبل. ويرغب نيمار في الرحيل عن بارت دو برانس بنهاية الموسم الحالي عقب عام وحيد من انضمامه للنادي الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو. ويرى رئيس ريال مدريد أن صيف 2019 موعد مناسب للاستغناء عن كريستيانو رونالدو ورحيله عن الفريق مع وصول البرازيلي نيمار لتعويضه في ملعب سانتياغو برنابيو. من جانبه لا يفضل رونالدو فكرة وصول نيمار لريال مدريد بسبب تواجده في نفس مركز اللاعب البرتغالي وإمكانية خطف البرازيلي الأضواء من اللاعب في النادي الأسباني. رفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم اليوم الأحد إلقاء اللوم على تحكيم في السقطات التي يتعرض لها النادي الملكي في بطولة الدوري الأسباني هذا الموسم. وأكد زيدان في تصريحات صحفية أن سبب الفشل والذي يلازم ريال مدريد في الليغا بالموسم الحالي ليس التحكيم، حيث يعاني الفريق من عدة مشكلات سيعملون على حلها في الفترة القادمة.
كشف يوب هانكس المدير الفني لنادي بايرن ميونخ سبب تغيير خيمس رودريغيز صانع ألعاب الفريق بين شوطي مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ مساء أمس، والتي انتهت بخسارة البافاري 2-1 بالجولة 13 من البوندسليغا. وقال هانكس في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية اليوم الأحد: خيمس عانى من فقدان مؤقت للذاكرة، لم يكن يعرف نتيجة اللقاء بين شوطي المباراة. وأضاف المدرب الألماني لذلك: أعتقد أنه كان يعاني من ارتجاج، لكن هناك أطباء يمكنهم تشخيص إصابته. ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية اليوم الأحد أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تقدم على مانشستر سيتي الإنجليزي في سباق التعاقد مع نجم أرسنال أليكسيس سانشيز في انتقالات الشتاء في شهر يناير القادم. وقالت الصحيفة أنه يأمل في أن يضمه نادي العاصمة الفرنسية قبل نهاية عقده، تحسبا لانتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف ريال مدريد الأسباني في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقد سانشيز مع المدفعية في نهاية الموسم، ولم يحدث أي محادثات بشأن تمديد عقده. وأشارت ميرور إلى أن مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني ما زالا يأملان في ضم سانشيز، لكن باريس سان جيرمان يملك الموارد المالية والتي تمكنه من تلبية طلبات اللاعب وطلبات أرسنال من أجل حسم الصفقة لصالحه. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام. الأهلي يسافر إلى الإسكندرية غدا استعدادا لمواجهة المصري. ومن الوفد أبو ريدة يعلن موعد السوبر المصري والإمارات الأقرب لاستضافته. من الوطن سبورت اختبار طبي لعاشور وحسم موقف معلول من مباراة المصري. ومن يورو سبورت عربية محاضرة البدري واختبار طبي لعاشور وتحذير من الدفع بنجيب. أما من كورة فالأهلي يدرس عودة وليد سليمان أمام المصري. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار سادسة مساء من قناة نادي الأهلي، دمتم في أمان الله.